السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله الرحمن الرحيم. الوصفة ديال اليوم سهلة وبسيطة وما كتاخدش لنا وقت كتير، ويعني ممكن أنها تقضي لنا غرض في الأوقات اللي ما كيكونش عندنا وقت. غادي نحتاجو هنا توست كما كتلاحظوا، ممكن تختاروا أي نوعية. بالنسبة للصوص عملت صلصة الرنش، غادي نوريكم لومبالاج ديالها. بالنسبة للجمبري أو للكروفيت غسلته ونقيته ومسحته مزيان مزيان، نشفته مزيان عاد غنعمله. والقطع ديال الطماطم ورشة من المعدنوس أو لو ممكن تعملوا الزعتر اختياري، واحد الرشة كذلك من الجبن من الفوق، وكنحطوه في الصينية. كنمشيو بهذه الطريقة حتى كنكملوا الكمية كلها اللي عندنا. بالنسبة للصلصة ديال الرنش هي هادي، هنا غادي نحتاجو كما كتلاحظوا غير واحد الملعقة تقريبا، ما عمرش بزاف كبيرة ولكن ما عمرش ديال الصلصة. انا كنستعمل صلصة ديال الرنش او لا كنستعمل مايونيز، لانه المايونيز والرنش ما كياخدوش يعني نسبه الماء فيهم قليله، بعكس الصلصه ديال الطماطم. صلصه ديال الطماطم الا بغيتوا تعملوها يعني شنو نقول لكم، الكميه اللي غادي تكفيكم لتحضير واحد جوج ديال البيتزا كبار، يلا تصيب لكم واحد 6 ديال التوست، لان التوست كيشرب داك الماء. اصلا صلصه البيتزا فيها صلصه الطماطم عفوا فيها نسبه من الماء. المهم هذه هي الفكره بغيت نعطيكم. فقط كندخلهم من الفران 200 درجه حراره يعني من الفوق ومن التحت، كيطيبوا خلال واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، وكنقدموهم بصحه وراحه. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، شكرا على متابعتكم.